بحكم دابا الهزيمه وانتصار ديال السي الزكي لونترينون ديال السيليكسيون ديال المنتخب الوطني، انه السي الزكي انه يلاه كيساعد الدراري وكيعلم وكيعرفهم وكيتعرف على الدراري وهذا باش يحاول الدراري ديالو ينسجموا، باش ينسجموا خصو يطلع ليكيب اللي غيكون غادي ينسجموا باش يمثلوا ليكيب الكاس افريقيا. اما السي الزكي فله حضور شعبي في الجمهور المغربي وهذا، وحنا كنتمنوا السي الزكي اللي كشي اللي حققوه الفينال في تونس يحققوا لنا ان شاء الله في لاكوب ديال لافريك باش يدينا اللقب ان شاء الله ويفرح هذا الجمهور المغربي. كنتوقعوا للمنتخب حظوظ وفيره نظرا لتواجد فهمتي مجموعه من اللاعبين المتميزين في كرة القدم، كما كنلاحظوا انهم بداوا عطاو الاحسن في المقابلات اللي دازوا، رغم انها كانت هزيمه ولكن راه كانت كوره. كما كيعرف الجميع بلي بدا الزكي قدم مباراه مزيانه مع المنتخب الكابوني، واخا رغم الهزيمه ديالو ولكن ماشي مشكل. المهم بدا الزكي مدرب كبير ويقدر يزيد بالمنتخب الوطني المغربي القدام، ويقدر عنده كامل الحظوظ والحظوظ ديالو باش يدي لاكوب دافريك ان شاء الله، وكنتمنوا ليه التوفيق. الزكي الصراحه هو اللي يستاهل المنتخب، وراه هو لاعب صاحبي قديم ولما المنتخب شحال هادي كيعرف السيركويات كيعرف الكره، اش غنجيبوا حنا واحد من موزمبيق يدربنا المنتخب ديالنا؟ ما يمكنش. اللهم في الزكي، هادشي اللي كيبان لي انا. بالنسبه انا يا لكره القدم ما عنديش لها اهتمام بزاف، ولكن بالنسبه للزكي ملي خذا المنتخب انا غادي نبدا نتفرج وغادي نمشي. وتقريبا بالنسبه للمعامله ديال الزكي مع اللعابه، يعني هو مغربي اوريجينال وكيتعامل مع الدراري يعني بلا فاسون ديال المغرب، يعني المدرب باغي المنتخب واللعابه مغاربه باغي المنتخب، غتكون شي حاجه. ماشي غنجيبوا مدرب من برا كبيزنيس غير غيتريني بهم يعني باغي الفلوس، واللعابه شويه ما غيكونش واحد الكونتاكت، ولكن مدرب مغربي راياد المغرب ولعابه مغاربه غتكون شي حاجه ان شاء الله.